فريق اشتغل. انت تعرف هو مرتبط مع في لبنان وفي العراق بنفس قضية أحمد شايع، أحمد شايع المتهم بقتل موظف كوري يشتغل بشركة دايو، وكان متوارع الأنظار في لبنان. عندما تحدثت في الفيديو من أمام المستشفى وذكرت أحمد شايع، هرب أحمد شايع إلى سوريا. وشخص آخر تحدث عنه القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة متواري في لبنان، متهم بسرقة القرن شريك بورزوير بأربعة تريليون. وفريق آخر يعمل في الإعلام لدى مصطفى الكاظم وضياء الموسوي وفريق نور زهير وإحسان عبد الجبار، كلهم يقيمون في لبنان. يعني كان أكو طبخة، وهاي الطبخة استغربوا أنه أمين ناصر موجود، ولهذا هم اليوم مستلميني. آه يعني بس أريد أفتهم بس طبعاً تمام تمام بس أريد أفتهم. تعالوا لهنا هنا بالنصاني واقفين. أمين بس اريد افتهم، انت هسه هذا قلت لي اسماء، احمد شايع هذا قاتل، هذا مدري منو، هذا اعلامي، هذا كذا، شنو ربطهم بيناتهم؟ احمد شايع عزيزي، احمد شايع يعني هو بنفس الدعوه، احمد شايع مصافي نفط وتهريب. شنو علاقته بنور زهير؟ شنو علاقته؟ احمد شايع شريك مع نور زهير. اها خل انطيك اسم هسه لو لا. يلا إيه 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 يلا 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 طيني 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 بسرعه بسرعه طيني، اريد اروح للضيف الثالث. طيني لا تبخل، خلني حققون ويا من ويا من الدول العراقيه تحقق قضاء العراقي مع مدير عام الضرائب في وقت سرقه القرن الذي قال عنه احد الحجاج ان فلان الفلاني هو ولد الثالث. هسه تروح جوجل تكتب منو مدير الضرائب بوقت سرقه فساد القرن او قضيه سرقه القرن بزمن نور زهير، راح يطلع لك شاكر الزبيدي. ويروحون يدزون على شاكر الزبيدي، هسه انا ما اتهم، يدزون على شاكر الزبيدي اللي كان مدير ميناء ام قصور، بعدين مدير القماري، واللي كاتب عنه قبل 7 سنوات قبل سرقه القرن يا شاكر يا مصيبه شاكر. تمام منو الاعلام منو الاعلامي يسعدهم بس 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 اسمع. احنا من القضاء محمد، احنا ما نخاف،